ننضم لي الناقد الفني الأستاذ أمجد جمال، يكلمنا بقى عن حصاد المهرجان. أستاذ أمجد، برحب بيك معانا في التاسعة. أهلا بيك يا فندم، مبسوط جدا أنا معاك وسعيد بمناقشة الموضوع اللي مخلينا كلنا عموما حاسين بفخر وسعادة كبيرة سواء بالمدينة أو بالحدث نفسه. من شهر تقريبا أستاذ أمجد قلت إن إحنا كأننا في حلم. بالظبط. الموضوع كله كان يعني مش متوقع. دي مكان كان مشهور إن هو فيه أشهر أو أكبر حقول ألغام في الكوكب تقريبا. مكان كان يعني مفقود الأمل فيه من الأصل. المكان ده المدينة اللي احنا بنشوف عليها حدث بالضخامة دي وتحولت في ظرف يعني سنين قليلة قوي، بقت خلاص بقت يعني عبارة عن هب للأحداث الترفيهية والفنية والرياضية. بقى المكان بقى حاجة بصراحة تفرح، وفعلا هو حلم اتحقق. شايف ازاي الكوكبة من النجوم المصريين او العرب اللي حضرت المهرجان بالرغم ان هو دي الدورة الاولى لي؟ طبعا يعني السمة المسيطرة على مهرجان العالمين من ناحية الموسيقية بقى ومن ناحية الحفلات هو التنوع الكبير. في تنوع واضح جدا، وفي حتى وعي من منظمين الحدث او المبرمجين للحفلات، في وعي ملحوظ بفكرة ان الساحة الموسيقية والمشهد الموسيقي نفسه في مصر اتغير في السنين الأخيرة. بقى فيه هو المزيكا نفسها في مصر بقت متنوعة وبقت بتنفع طيارات موسيقية عديدة ومختلفة جدا عن بعضها، متفاوتة لدرجة التناقض يعني. والمهرجان استوعب ده وكان يعني ساحة بتضم كل النوعيات، وفي يعني كأنه مائدة بتشمل كل أنواع الأكلات يعني. عندنا الراب، عندنا الشعبي، عندنا حتى المهرجان بوجهه الجيد يعني ظهر من خلال مثلا عمر كمال، عندنا حتى أغاني المطربين البوب التقليديين أو الكلاسيك ظهروا، عندنا مطربين من مصر، مطربين من لبنان، أكبر نجوم في الوطن العربي إليسا، راغب علامة، يعني حاجة فعلا مشرفة. وده اللي يعني بنطمح السنة الجاية مزيد ومزيد من التألق ده، ونشوف نجوم أكتر من دول كمان. يعني احنا عندنا طموحات وتطلعات اكتر من كده بكتير كمان. الحاله اللي احنا عشناها قادرين نحقق ده. الحاله اللي احنا عشناها استاذ امجد، يعني حتى الناس في البيوت كانت عايشه في حاله ان في النهارده سهره فهنتفرج وكلنا نبقى موجودين قدام الشاشه. الحاله دي من زمان ما كانتش موجود. هو كمان كان قرار يعني قرار جيد جدا من الشركه المتحده ان الحفلات تبث سواء بعضها على الهواء مباشره وبعضها الاخر مسجل. ده كان قرار حكيم جدا لانه بيرجعنا لحاجه كانت موجوده اصلا زمان واختفت، مش عارفين اختفت ليه، وهي اجواء ليالي التلفزيون واضواء المدينه والحفلات اللي بالنوع ده. كانت دايما كنا زمان بنستنى الاحداث دي، بنستنى كل يوم خميس او يوم جمعه بيكون في حفله كبيره بتبث على التلفزيون ولاكبر النجوم. العاده دي اختفت في ال 20 سنه الاخيره، انا مش عارف ليه اختفت. بقت الحفلات معظمها برايفت يعني خاصه مش بتبث، مش يعني بدا حتى يظهر منافسين اقليميين، دول صديقه وشقيقه مجاوره بتعمل احداث فنيه وحفلات كبيره ومش بتبثها على قنواتها، فاحنا اولى بده. فكان قرار حكيم جدا ان احنا مش بس يكون مدينه العالمين انها تستضيف الحدث ده، بقى كمان القنوات المصريه كمان انها تذيع الحفلات دي. يعني كمان يعني هو في تميز حتى في اسلوب العرض نفسه والتصوير، الصوره هندسه الصوت، في تميز واضح بصراحه. لا هي كانت حاله جميله، وزي ما قلت كده كنا بنستناها. احنا كمان هنستنى من دلوقتي ان شاء الله للمهرجان في دورته القادمه في الصيف القادم ان شاء الله في العالمين الجديده. انا بشكرك جدا استاذ امجد جمال الناقد الفني.